قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا. فيستفاد من هذه الجملة أن النهي عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يلزم من ذلك أن يكون النهي أعظم في شد الرحل إلى قبره عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولذا أنكر الغفاري رضي الله عنه على أبي هريرة لما علم أنه قد أتى إلى الطور، ومعلوم أن الطور هو الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده موسى، فقال: لو علمت لما جعلتك تذهب إليه، وذكر الحديث. وابن عمر رضي الله عنهما لما سأله رجل أن يأتي الطور نهاه. وكل هذا يفيد أن هذه السنة تلقاها الصحابة الكرام.